وللحديث عن التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. سيد مصطفى، مرحبا بكم. يعني بعد أن قلصت إيران من تعهداتها ضمن الاتفاق النووي وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه، لكن هنا في هذا الظرف تحديدا هل تعتقد سيد مصطفى أن هذا الإجراء يعد إعلان حرب مبطنة بين الطرفين؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الجانب الإيراني يصدر بين فترة وأخرى بعضا من التهديدات الجوفاء التي لم نجد لها أي أثر على أرض الواقع، ولكن هذا على الجانب الإيراني، ولكن على الجانب الأمريكي ربما هناك شيء من الجدية هذه المرة في لجم بعض التصرفات الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة، ومن ذلك ما تسرب خلال الآونة الأخيرة من وجود نية لارتكاب بعض الأعمال الإرهابية في مناطق يعني الخليج العربي أو منطقة باب المندب بواسطة ميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تنتشر في هذه المناطق وفي العراق وفي سوريا ولبنان. سيد مصطفى، هناك معلومات تفيد بأن هناك تخطيطا إيرانيا وذلك من أجل أن استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تنفذ طهران تهديداتها تجاه الولايات المتحدة خاصة في هاتين المنطقتين العراق وسوريا؟ أنا لا أعتقد أن هناك مواجهة حقيقية ستحدث من الجانب الإيراني ضد الولايات المتحدة، لكن قد تحدث بعض الأعمال التي تستهدف يعني الهجمات التي تستهدف بعض القوات الأمريكية أو بعض المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتأكيد هذا سيواجه برد عنيف من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما قلنا يبدو هذه المرة جادة على لجم التصرفات والممارسات الإيرانية، وهي يعني تعمل على تطويق إيران وخنقها اقتصاديا، فإذا ارتكبت هذه الإدارة الإيرانية أو الحكومة الإيرانية عبر ميليشياتها بعضا من الحماقات فإن الولايات المتحدة سترد عليها بقسوة. سيد مصطفى، الصحف الأمريكية تتحدث خاصة هذه الأيام عن استهداف المصالح الأمريكية في العراق، إذا ما تحدثنا عن الحكومة في بغداد والمتماهية في سياستها مع طهران، هل يمكن أن تمرر عمليات إيرانية لاستهداف المصالح الأمريكية؟ ما مدى مقبوليتها من قبل الحكومة في بغداد؟ النظام في بغداد محكوم تماما بالميليشيات الإرهابية الإيرانية، وبالتالي هو خاضع تماما للإملاءات الإيرانية. إذا كانت الإملاءات الإيرانية تفرض عليه نوعا من المواجهة مع الولايات المتحدة أذرع معينة يعني فإنه سيخضع لها، يعني النظام في بغداد سيخضع لهذه الإملاءات. لكن أنا لا يعني أكرر أن ما سيحدث هو ربما فقط أعمال محدودة جدا، ولن تصدر أي بيانات لتبني هذه الأعمال المتوقعة. يعني هجمات ربما ستكون غالبا تستهدف بعض القواعد الأمريكية أو بعض الجهات الأمريكية، وربما لن تصيب أهدافها، فقط للإعلان أننا قمنا بعمل ضد الولايات المتحدة ليس أكثر. سيد مصطفى، نحن نتحدث عن عمليات إيرانية ضد المصالح الأمريكية، لكنها هل ستضر بالأمن القومي العراقي في القريب المنظور؟ الأمن القومي العراقي مخترق بالكامل ومسلم يعني مفاتيحه بالكامل لإيران. الأمن القومي العراقي الآن لا يوجد أمن قومي عراقي، الأمن القومي العراقي الآن في خدمة الأمن القومي الإيراني. الإيرانيون يعتقدون أن العراق هو يعني الخندق الأمامي الذي يحمي مصالحهم ويؤمن لهم المزيد من الدعم والإسناد، وبالتالي فإن الأمن القومي العراقي مخترق بالكامل
وهو في خدمة المصالح الحيوية للنظام الولي الفقيه في إيران. من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.